كولر بيفكر ازاي؟ ايه طرق اللعب اللي ممكن يفكر فيها مع قائمه النادي الاهلي الحاليه؟ هل النادي الاهلي محتاج يدعم بصفقات تانية لغايه نهايه فتره الثلاث الصيفيه اللي هتنتهي تقفل في اكتوبر الجاي، ولا يكتفي بالصفقات اللي ابرمها لغايه دلوقتي؟ كل دي اسئله بتدور في اذهان شارع الاهلاوي ومحبي النادي الاهلي، اللي اكيد نسبه كبيره، مش قليله، نسبه كبيره جدا جدا من جمهور النادي الاهلي لغايه دلوقتي بتتكلم على عدد الصفقات اللي ابرمها النادي الاهلي، ان هي ما زادتش عن يعني ثلاث لاعبين واعاده بعض اللاعبين المعارين. النهارده هتكلم معاكم في ازاي مارسيل كولر مدير فني جديد للنادي الاهلي ممكن نشوفه بيستخدم طرق اللعب ايه، التاكتكس اللي ممكن يستخدمها، هو نفسه بيؤمن بطرق اللعب ايه اللي بيحب يلعب بيها وبيؤمن بيها، مع كمان وضع في الاعتبار ان احنا لازم نقول الافكار دي اللي عند كولر هتتناسب ازاي مع القائمه الحاليه، لان القائمه هي اللي بتحدد فكر المدرب. ممكن يكون انا على المستوى الشخصي مثلا بحب العب 4-3-3، لكن القائمه اللي متسجله في الفريق اللي انا بضربه دلوقتي مش متاح ليا ان انا العب بالطريقه دي، وانا مضطر ان انا اغير. كل دي هحاول النهارده ان شاء الله في الفيديو ده ان احنا نحاول نجاوب على الاسئله اللي بتدور في اذهان كثيرين من مشجعي النادي الاهلي. طيب خلونا نبدا بمارسيل كولر، الاساس المدير الفني اللي اوريدي النادي الاهلي تعاقد معاه لمده سنتين، ونشوف هو افكاره اللي بيؤمن بيها واللي اوريدي طبقها. انا اخترت من تجربه كولر، بدات تدريب من سنه 1999، انا اخترت ابرز تجربتين له مع بازل ومع المنتخب النمساوي، وربما تجربته مع المنتخب النمساوي تجربه شيقه جدا. بنتكلم على مدير فني بقى يعني حوالي ما يقرب من 5-6 سنين مع المنتخب النمسا، ووصل بيهم للتصنيف او المركز العاشر في التصنيف الدولي الشهري للاتحاد الدولي، ووصل بيهم كمان اليورو 2016 لاول مره في تاريخهم، بعيدا ان هم كانوا لعبوا يورو 2008 بصفتهم الدوله المنظمه، ولكن كانت اول مره يتاهلوا في 2016. طيب بنظره بسيطه نقدر نقول ان اكتر طريقه لعب مارسيل كولر بيحب يلعب بيها هي 4-2-3-1. لعب مع فريق بازل ما يقرب من 100 مباراه، اكتر من 75 مباراه من ال 100 دول لعب فيهم بطريقه 4، لعب بالظبط 101، لعب بطريقه 4-2-3-1 اكتر من 75% من مبارياته مع فريق بازل السويس. طيب مع منتخب النمسا لعب ما يقرب من 54 مباراة، ما يزيد عن 30 مباراة لعب بطريقة 4-2-3-1، وبالتالي نمبر 1 كده بسم الله الرحمن الرحيم، الطريقة المفضلة لمارسيل كولر دايما هي طريقة 4-2-3-1، دي اللي هو بيؤمن بيها وبيعتمد عليها كتير مع كل الفرق اللي دربها. وخلي بالكم بنتكلم سي في بتاع مارسيل كولر، سي في قوي وسي في دايما كان بيحقق شيء، يعني دايما حتى من بدايته التدريبية في 99 دايما الراجل بيحقق بطولات، والفترة الطويلة اللي قضاها مع منتخب النمسا حقق لهم ما يفوق طموحاتهم. كنا بنتكلم على منتخب بيحتل المركز 70 في التصنيف الشهري لفيفا، أول ما تولاه وبدأ يشتغل معهم وصل للمركز العاشر، ووصل لغاية لما سابهم في 2017. وبالتالي بنتكلم على مدير فني له سي في قوي وله تاريخ جيد. طيب مارسيل كولر لو افترضنا ان هو بيحب يلعب ب 4-2-3-1، لما بيحب يغير ويحب يبدل فكره او يفاجئ منافس، ايه الطريقه الثانيه اللي بيحب يلعب بيها؟ بيحب يلعب بال 4-4-2 فلات، بيحب يلعب بطريقه 4-4-2 فلات، دي تاني اعلى طريقه لعب بيها مارسيل كولر بعد ال 4-2-3-1. وعايزين نحط الطريقتين دول في بالنا، لان دول هنتكلم عليهم كتير ونحاول نشوف قائمه النادي الاهلي الحاليه تتطبق ازاي وكيف يتم استغلالها واستخدامها في الطريقتين دول. وضعا في الاعتبار ان كولر مستلم فريق اكتر طريقه لعب بيها في الشهور الاخيره والطريقه الناجحه كانت 3-4-3، وهنحاول نشرح برضو ليه 3-4-3 كانت ناجحه في الوقت ده، لان هل الطبيعي ان الاهلي دايما بيلعب 3-4-3؟ لا، هي كانت مفيده مع بيتسو موسيماني، والنادي الاهلي كان محتاج يلعب بيها الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه لاسباب كتير هنتكلم عليها. لكن هل دي الطريقه الديفولت اللي النادي الاهلي بيلعب بيها؟ ممكن حد يقول لي او
يرد عليا يقول لي طب يا كريم الكابتن حسين البدري وفايلر مثلا كانوا بيستخدموا 4-2-3-1 وبيستخدموا 4-3-3 بشكل جيد والاهلي نجح بيها معاهم في اوقات كتيره. حسين البدري لعب ب 4-2-3-1 وريني فايلر لعب ب 4-2-3-1 ولعب ب 4-3-3 في اوقات كتيره ونجح بيها. ما كانوش بيستخدموا الثلاثه في الخلف زي ما شفنا النجاح الخطه دي قدمته في فتره بيتسو موسيماني. ليه؟ طيب يبقى النهارده في ثلاث طرق احنا هنتكلم عليهم ونحاول نشوف كيف يعني يستغل كولر القائمه الحاليه لتوظيفها في الثلاث طرق دول. اول طريقه الطريقه اللي النادي الاهلي فنش بيها وهي طريقه 3-4-3 دي اللي هو خلص بيها. الطريقه الثانيه هتبقى الطريقه المفضله لكولر زي ما قلت لحضراتكم وهي طريقه 4-2-3-1 والطريقه الثالثه هي الطريقه الثانيه المفضله لكولر وهي 4-4-2-3. طيب النادي الاهلي اعلن عن القائمه بتاعته القائمه المحليه والقائمه الافريقيه والفرق بس ان كهربا لم يتم قيده افريقيا وتم قيده محليا. هو اوريدي طبعا مش هيلعب مباراتي اتحاد المونستيري الجايه ان شاء الله في شهر اكتوبر الجاي لان هو يعني عنده ما زال فتره ايقاف. تعالوا مع بعض الاول نقول قائمه الاهلي ونحاول بقى نفصصها ونحاول نوظفها على التكتيك ودماغ كولر اللي شفناها مع بازل ومع منتخب النمسا. حراس مرمى النادي الاهلي فيها اربع حراس هم محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير وحمزه علي. انا دلوقتي بقرا القائمه الافريقيه. خط الدفاع فيه اكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وايمن اشرف ياسر ابراهيم رامي ربيعه محمود متولي ومحمد مغربي العائد متشيك وعلي معلول ومحمد اشرف اللاعب الشاب. خط الوسط فيه رافت خليل لاعب الشاب وألي ديانج وعمرو السلية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وزياد طارق ومجدي قفشه وبرونو سافيو لاعب برازيلي الجديد احمد عبد القادر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد وميدو نبيل لاعب الشاب. وخط الهجوم فيه الثلاثي محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين القادم من فريق سيراميكا كليوباترا. دي القائمه اللي النادي الاهلي هيختار منها من يمثله في اول اختبار رسمي له ان شاء الله احد ايام 5 و6 و7 اكتوبر الجاي في مباراه الذهاب قدام الاتحاد المونستيري في تونس. مباراه صعبه جدا 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 النادي الاهلي بيواجه فيها وصيف الدوري التونسي السنه اللي فاتت وفريق قدم مستويات كبيره جدا في الدوري التونسي وكان قاب قوسين او ادنى من انتزاع اللقب من الترجي لولا طبعا الدراما اللي شفناها في الاسابيع الاخيره من الدوري التونسي وقدر الترجي ان هو يحسم اللقب. اذا فكرت او حطيت نفسي مكان كولر وحاولت كده اقرا ما يدور في عقله في داخل وفي ذهنه من القائمه الحاليه وان هو يبدا يطبق ال 4-2-3-1 هنبدا نشوف ان النادي الاهلي في الوقت الحالي لا خلاف على وجود محمد الشناوي حارس مرمى. خلوني هبدا معاكم بال 4-2-3-1 طريقه 4-2-3-1 اذا حب مارسيل كولر ان هو يطبقها مع النادي الاهلي. لا خلاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي الاساسي. كان في محاولات لجلب حارس مرمى من الخارج ولكن تم الاكتفاء بحراسه المرمى وانا شايف ان حراسه المرمى ما فيهاش مشكله والنادي الاهلي ما عندوش ازمه. ينفع مصطفى شوبير قدم مستويات رائعه جدا جدا في المباراه اللي قدمها وعلي لطفي مقدم برضو مستويات جيده في الماتشات اللي تم الاعتماد عليه فيها في فتره بيتسو موسيماني. لو نفتكر ماتش الاهلي والزمالك ماتش 2-1 كان علي لطفي هو الحارس الاساسي بعد ساعتها كان الشناوي مصاب وقدر حتى ساعتها علي لطفي يتصدى ركله الجزاء في الماتش وكان احد اسباب خروج النادي الاهلي بمنتصر 2-1 في الماتش اللي هو محمد شريف جاب فيه جونين. فلا خلاف محمد الشناوي هو حارس مرمى النادي الاهلي الاساسي ومفيش مشكله ان الاربع حراس ومعاهم حمزه علاء طبعا حارس الشاب يبقى مفيش تدعيم زياده خلاص نكتفي بهذا الامر. الحته دي خلاص اوكي مفيهاش مشكله. طيب الدفاع تم تدعيمه بلاعب عائد من الاحتراف الخارجي هو محمد مغربي وهو ده يمكن ربما يكون الاضافه يعني الوحيده اللي دخلت على خط دفاع النادي الاهلي. وجهة نظري ان مارسيل كولر
في البداية مع طبعا عودة واحد من أقوى أسلحة النادي الأهلي في الدفاع وهو أكرم توفيق، والنادي الأهلي تضرر منذ أصابته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة منذ شهر تقريبا فبراير الماضي، بنتكلم داخلين دلوقتي حوالي 7 أو 8 شهور. أكرم توفيق قوة ضاربة وقوة كبيرة جدا جدا في دفاع النادي الأهلي، وعودته للدفاع بتمثل قوة كبيرة في ودعم قوي للباك اليمين، وبصراحة الدفاع بالكامل حتى أكرم في بعض الأحيان لما النادي الأهلي بيبقى متقدم وبيهاجم بشكل كبير ممكن أكرم توفيق حتى يعمل يعني يغطي في العمق وبيعمل ما يشبه يعني دور المساك أو حتى دور الهاف في بعض الأحيان دور الهاف ديفندر، لعيب جوكر بيلعب في كذا مكان. لو احنا بصينا على السوق وقلنا النادي الاهلي محتاج مثلا باك يمين مع اكرم توفيق وكريم فؤاد، ربما فعلا السوق ما يدكش المساحه، وانا قلت كتير ان السوق المصري او سوق الكره المصريه بيفتقد حاليا لمركزين، مركز الباك اليمين ومركز الباك الشمال، مفيش لعيبه كتيره تقدر تقول ان هم متاحين في السوق او لعيبه كلاس ايه يلا هوب الفلوس موجوده روح اشتروهم، فعلا مفيش. وبالتالي اذا حاولت ان انا ارسم خط الرباعي الخلفي بالطريقه 4-2-3-1 اللي بيحب مارسيل كولر انه يلعب بيها، طبعا اكرم توفيق هيكون هو الباك اليمين الاساسي في الطريقه دي. ثنائي المساكين في وجهه نظري اللي ربما نشوفهم قدام الاتحاد المستيري في وجهه نظري الشخصيه، وبعد ما طبعا اللعيبه الدوليين واللعيبه اللي هم الصف الاول في النادي الاهلي خدوا راحه تامه خلال الفتره اللي فاتت بعد قرار مجلس الاداره في نهاية الدوري اللي فات ان هم يكملوا الموسم باللعيبة الشباب، اشوف ان ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ربما يكون هم الثنائي اللي يعتمد عليه مارسيل كولر في بداية هذا المشوار، وطبعا لا خلاف خالص على وجود علي معلول كباك ليفت اساسي للنادي الاهلي، لان برضو تاني السوق فعلا ما فيهوش لعيبة كتيرة ممكن تقول والله اللاعب ده فعلا لو جبناه في الباك الشمال هيعمل اضافة للنادي الاهلي، فعلا السوق يعني ما فيهوش اوبشنز كتيره وما فيهوش خيارات كتيره قدامك تقدر تختار منهم، وعشان كده حتى النادي الاهلي في تفكيره في اللعيبه الاجانب بيفكر في الخطوط الاماميه اكتر ما بيفكر في الخطوط الدفاعيه. نروح لخط الوسط، وطبعا لا خلاف على الثنائيه ديانج وعمرو السوليه اللي بنسبه كبيره هي الثنائيه الافضل، اللي انت بتحتاج لاعب مركز 8، مصر ما فيهاش لاعب مركز 8 حاليا افضل من عمرو السوليه، وعمرو السوليه هو رقم واحد في هذا المركز سواء في النادي الاهلي او سواء في منتخب مصر هو فات، اكيد طبعا عمرو السوليه لا ينافس في فجوه كبيره ما بينه وبين اي لاعب متواجد حاليا في الدوري الممتاز. برضو اليو ديانج بيشغل مركز 6، صعب جدا النهارده مثلا كان النادي الاهلي بيحاول وبيفكر في بوبو لاعب فيوتشر، لعيب مجتهد، لعيب يعني ظهر بشكل مميز خلال الدوري الموسم يعني لسه خلصان، مش عايز اقول العام الماضي يعني لسه السنه ما خلصتش، ولكن مع كامل احترامي ما اقدرش احط بوبو في نفس الرانكينج او في نفس المقارنه مع اليو ديانج، في فجوه برضو كبيره، فجوه جسمانيه، فجوه خبره، فجوه لعيب بتتكلم على لعيب دولي مع منتخب مالي شارك معاهم في مباريات كتيرة، ففي فجوة، في طبعا فجوة من الاثنين، وبصراحة جسمانيا وحاجات كتيرة جدا 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 فنيا هتصب في صالح اليو ديانج، وبالتالي يعني عدم انضمام بوبو كان ممكن يبقى اضافة لخط الوسط، ولكن ما نقدرش نقول ان هو كان اللاعب الطب او اللاعب اللي انت يعني ممكن تزعل عليه انت ما ضمتوش يعني. فاكيد هيبقى اليو ديانج وعمرو السولية ثنائية في خط الوسط اشوف ان مارسيل كولر ربما يتجه ليه. نروح بقى للرباعي الامامي، والخط الامامي هو اكتر خط النادي الاهلي فعلا دعم فيه بثلاث لاعبين، هم شادي حسين مهاجم صريح ومصطفى سعد البلاي ميكر، الاثنين من سيراميكا كليوباترا، وطبعا برونو سافيو الجناح البرازيلي القادم من الدوري البوليفي. برونو سافيو في وجهه نظري هيبقى اساسي خلال الفتره القادمه في مركز الجناح الأيمن، لأن هو ده المركز أكتر مركز لعب فيه برونو سافيو خلال الفترة الماضية كان الرايت وينج أو جناح الهجومي الأيمن، مع طبعا إمكانية أنه في بعض الأحيان بيلعب بلاي ميكر. ومن مشاهدتنا البعض يعني اللقطات من تدريبات النادي الأهلي الأخيرة، برونو سافيو الأمانة حاز على إعجاب
زمايله في الفريق لعيبه كتيره من الاهلي بتشيد باداء اللاعب في التمرين وبيقولوا لعيب مهاري ولعيب هداف كمان ولعيب رجليه حلوه على المرمى في التسديدات. طبعا كل دي بس مجرد يعني ملامح اوليه من التدريبات ومن الاخبار اللي بتجيلنا من لعيبه النادي بعض مش كل طبعا بعض لعيبه النادي الاهلي. بس طبعا يتبقى ان احنا نشوف هذا الامر في المباريات الوديه الجايه ان شاء الله. النادي الاهلي لاعب طلائع الجيش ولاعب اسوان, وهنشوف طبعا المباريات الرسميه بدايه مع الاتحاد مونستيري. في وجهه نظري ربما يكون برونو سافيو هو الجناح الايمن الاساسي للنادي الاهلي خلال المباراتين الجايين, في ظل طبعا برضو كان حسين الشحات عنده اصابه وكان بيتعافى منها, فربما يكون لسه مش في افضل حالاته البدنيه. بلاي ميكر في وجهه نظري هيبقى مجدي قفشه, لان مصطفى سعد هيحتاج وقت عشان يقدر يثبت اقدامه في قائمه النادي الاهلي. وطبعا قفشه يعني خبره وفي امور كتيره تقول ان قفشه مازال هو صانع العاب الاول في النادي الاهلي, وكان بس طبعا ما نقدرش نحكم على لعيبه كتيره في الفتره الاخيره, فعلا كانوا منهكين بدنيا لاقصى درجه, وكان فعلا في مشاكل بدنيه وتكتيكيه عند اللاعبين, وحتى اسلوب التدريب اللي شفناه وكنا بنتكلم عليه منذ فتره بيتسو موسيماني. وخلاص يعني مش عايز اتكلم كتير في الفتره دي, ولكن وصلنا طبعا للفتره الحاليه, واعتقد ان قفشه اذا قدر ان هو يرجع النسخه اللي قدمها لنا مع رينيه فايلر والموسم الاول مع بيتسو موسيماني, اعتقد يعني بيبقى صعب على اي لاعب ان هو ينافسه. ان قفشه شفناه بيساهم بشكل مميز جدا جدا في فوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا 2020, وكمان ببطوله دوري ابطال افريقيا 2021, كان احد الاسباب الرئيسيه في فوز النادي الاهلي باثنين دوري ابطال افريقيا ورا بعض, وكان واحد من نجوم الفريق. على الجبهه اليسرى احمد عبد القادر, ده في وجهه نظري هو هيبقى الجناح الهجومي الايسر الاساسي, واعتقد ان احمد عبد القادر يعني الموسم اللي فات اتعلم فيه حاجات كتيرة, ان هو لازم يفهم ان هو لسه صغير في السن هيمر بمشاكل كتيرة, واكيد لازم صناعة لاعب كبير حاجة مش سهلة. طبعا احمد عبد القادر كلنا بنحب مهارته, كلنا بنحب حرفنته, كلنا بنحب اهدافه وتسديداته وما الى اخره, عنده طبعا يعني كواليتي كويس جدا وبيفرقه عن اي لاعب تاني, ولكن اللاعب البطل او اللاعب كلاس اي لازم شخصيته كمان تبقى كبيره, لازم يتحمل النقد, لازم يبقى ثابت, لازم يبقى هادي, لازم يبقى متزن في حاجات كتيره, لازم كمان يظهر في المباريات الكبيره. المباريات الكبيره هي بتظهرك ودايما بتخليك تاخد من ذاكره الناس. انت ممكن تلعب 20 ماتش او 25 ماتش مع فرق متوسطه كويسه اوكي, لكن الناس هتفتكر لك ماتش الماتش الكبير. خالد بيبو دايما النادي جمهور النادي الاهلي بيفتكره بسبب ماتش 6-1, بسبب السوبر هاتريك في 6-1. اول ما تقول اسم خالد بيبو على طول يقول لك 6-1 على طول. ليه؟ ماتش كبير. ابو تريكه طبعا عمل حاجات كتيره جدا ابو تريكه مع النادي الاهلي, ولكن تيجي تقول محمد ابو تريكه على طول جون الصفاقسي فاينل 2006. فلازم احمد عبد القادر يعرف ان التاثير في المباريات الكبيره برده جزء مهم من بناء شخصيتك, وطبعا هو اكيد كل ما هيكبر وكل ما يعني يستمر في التشكيل الاساسي النادي الاهلي هياخد خبرات كتيره واداؤه هيتطور كتير. نيجي المركز المهاجم الصريح, واللي ما زلت انا مؤمن تماما ان محمد شريف طبعا خبرته في خلال السنين فات مع النادي الاهلي هتخليه عنده افضليه شويه, ولكن المنافسه على المركز ده هتزداد سخونه مع دخول شادي حسين. شادي حسين اقدر اقول ان هو من نفس الكاتيجوري مع محمد شريف مش حسام حسن. يعني هنقدر نحط محمد شريف وشادي حسين في كاتيجوري وحسام حسن في كاتيجوري لوحده. ليه؟ شادي حسين من اللعيبه اللي زي محمد شريف بتعتمد على السرعه, مهاري جدا, باسير ممتاز, بينزل بره منطقه الجزاء بشكل مميز, بيتحرك بسرعه, بيعرف يلعب كوره ويباصي ويعمل اوفرلابس وبيعمل حاجات كتيره جدا. مش لعيب صندوق, مش حسام حسن. ربما محمد شريف كان عنده افضليه على حسام حسن خلال الموسم اللي فات, لان طرق لعب النادي الاهلي بتحتاج المهاجم اللي بيخرج بره منطقه الجزاء كتير. حسام حسن من نوعيه المهاجمين اللي بيحبوا يستنوا داخل منطقه الجزاء وبقيه الفرقه تخدم عليهم ونوصل لغايه الكروس من احد الاطراف, عشان حسام حسن بيمتاز بان هو راجل هيدر يخش هوب يفنش الهجمه وانتهى الموضوع. طيب النادي الاهلي مش بيلعب بالتاكتيك ده كتير,
ربما بيلجا له في بعض الاحيان في الشوط الثاني لما بيتزنق، لكن بدايه المباراه صعب. فكره ان المهاجم المحطه في النادي الاهلي ما بنلعبهاش كتير، يعني احنا ممكن نلجا للكرات الطوليه لما نكون تعبانين، لكن واحنا بنلعب كره على الارض كان حسام حسن عنده مشكله، عشان كده كان دايما محمد شريف عنده افضليه. بس محمد شريف ما كانش عنده منافس، النهارده بقى عنده منافس، وعنده منافس مش هين. شادي حسين قدم اوراق اعتماده في اخر موسمين شفناه مع سليمان كليوباترا، وبيقدم يعني مستوى جيد جدا جدا جدا، والمستوى اللي اهله ان النادي الاهلي يعني نادي كبير وبطل نادي القرن في افريقيا يبص عليه ويشتريه. فطبعا دي حاجه تقول لك ان الولد تعب على نفسه، وبالتالي اصبح في وجهه نظري شادي حسين منافس شرس للغايه لمحمد شريف على مركز المهاجم الصريح في طريقه 4-2-3-1. انا في وجهه نظري ده ربما يكون التشكيل الاقرب اللي احنا ممكن نشوفه مع مارسيل كولر بدايه من مباراه الاتحاد المونستيري، الا اذا طبعا احنا يعني لسه انا بتكلم بشكل عام. مارسيل كولر ربما يفكر مثلا في ماتش الذهاب يقول لك ايه، العب 4-3 عشان بلعب خارج الارض وحط اثنين هاف ديفندرات واستنى على بلاي ميكر، لسه كل الامور دي هنشوفها خلال فتره جايه. لكن انا بقول لكم على الطريقه الابرز لعقليه مارسيل كولر، راجل بيحب يلعب ب 4-2-3-1 بشكل كبير جدا، وراجل هجومي. يعني حتى ارقامه مع منتخب النمسا تقول لك يعني في 54 مباراه الراجل جايب 81 هدف ودخل مرماه 58 هدف، طبعا بنتكلم على المنتخب. ومع نادي بازل الامر كان افضل بكتير، لعب 101 مباراه وجاب 214 هدف، يعني بمعدل هدفين في المباراه، ودخل مرماه 114 هدف في 101 مباراه مع بازل. وبالتالي عقليه كولر يعني فيها توازن، ولكن برضو الراجل من العقليات الهجوميه. لكن لو مارسيل كولر شايف ان هو هيبدا مع النادي الاهلي بطريقه 4-2-3-1، انا اشوف من وجهه نظري ان التشكيل الاقرب ليها هيكون محمد الشناوي حارس المرمى، اثنين مساكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، باك شمال علي معلول، باك يمين اكرم توفيق، اثنين في خط الوسط ديانج والسوليه، ومجدي قفشه بلاي ميكر، على اليمين برونو سافيو اللاعب البرازيلي، على الشمال احمد عبد القادر، ومهاجم صريح محمد شريف. طيب حد ممكن يقول لي طب يا كريم النادي الاهلي ممكن حد يقول لمارسيل كولر خلي بالك احنا بقى لنا فتره بنلعب ب 3-4-3 ولحد ما اللعيبه اتعودت عليها، فهل هتخاطر بتغييرها فجاه ولا ممكن تامن نفسك وتقول اللعيبه انا هكمل معاكم الطريقه اللي انتوا فنشتوا بيها الموسم الماضي لغايه لما نبدا ناخد بس مع بعض فتره ونبدا نشوف. اذا مارسيل كولر فكر في التفكير ده او الفكره دي او النصيحه اللي ممكن تتقال له في الحته دي، ربما نشوف التشكيل متغير شويه. نفترض 4-3 في وجهه نظري، ربما مع دخول برونو سافيو يتم التخلي عن مجدي قفشه في مركز الجناح. ليه بقى؟ 3-4-3 انتوا طبعا اتكلمنا عليها كتير وانا شرحتها لكم كتير من ايام بيتسو موسيماني، ان هو بتعتمد ان الاثنين الفول باكس بتوعك دايما طايرين، انت مامن نفسك في دفاع ب3 في الخلف، وطبعا 3 اللي في الخلف ما اعتقدش ان احنا برضه هنختلف عليهم كتير، هيبقى ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، وايمن اشرف اللي بيجيد اللعب في الطريقه دي على الناحيه اليسرى، بيلعب بيغطي ورا علي معلول عشان يسيب له مساحه الحريه ان هو ينطلق على الخط زي ما هو عايز. وبالتالي اذا في وجهه نظري مارسيل كولر فكر انه يستمع لنصيحه حد يقول له طب كمل بالطريقه اللي احنا فنشنا بيها الموسم اللي فات، ربما يكون التشكيل كالاتي: محمد الشناوي حارس مرمى، ياسر ابراهيم، حمد منعم، وايمن اشرف ثلاثي مساكين في الخلف، فول باك طاير من الناحيه اليمنى هيبقى اكرم توفيق، وفول باك من الناحيه اليسرى هيبقى علي معلول، اثنين في خط الوسط برضه لا خلاف عليهم من وجهه نظري، اليو ديانج وعمرو السوليه. وبالتالي هنا هنستغنى عن مركز مجدي قفشه، مش هيبقى له مركز، مش موجود هنا في الطريقه دي. ليه؟ لان في وجهه نظري برونو سافيو هيبقى هو الجناح الايمن، واحمد عبد القادر. وخلي بالكم في حته مهمه جدا، ان في الطريقه دي اذا كولر استخدمها هيبقى عنده ميزه حلوه، ان سافيو واحمد عبد القادر الاثنين بيقدروا يعملوا دور البلاي ميكر. يعني مثلا حسين الشحات جناح ايمن وبيلعب بشكل كويس وطاير وبيدافع واخد الخط بشكل كويس، لكن لما تطلب حسين الشحات انه يخش العمق ويصنع لعب، لا مش بتاعته. هنا انت بتحطه تحت ضغط
اكبر منه بتحطه في تاسكايه مش بتاعته. فبالتالي برونو سافيو على اليمين واحمد عبد القادر الاثنين لما بيضموا لداخل الملعب عندهم من القدرات والمهارات الفرديه اللي تؤهلهم ان هم يعملوا دور البلاي ميكر او صانع اللعب. فربما اذا فكر يلعب في 4 3 مع وجود احمد عبد القادر وبرونو سافيو مش هيحس بغياب قفشة كتير. ليه؟ انك هتطلب من واحد من الاثنين يخش العمق يعمل دور بلاي ميكر، واول ما هيخش للعمق يبقى الفول باك اللي وراه. لو انت هتدخل برونو سافيو يبقى هتطلب من اكرم طفيق انه يكمل لغايه نهايه الخط، لو هتدخل احمد عبد القادر هو يعمل دور بلاي ميكر يبقى هتطير علي معلول لاخر الخط عشان يعمل برده الدور الهجومي بتاع مركز الجناح. وبرده في مركز المهاجم الصريح في وجهه نظري الشخصيه لا خلاف على محمد شريف، برضه كبدايه لازم محمد هو ارتاح وطبعا لسه بيتعافى من الاصابه بتاعته وان شاء الله يبقى جاهز لمباراه الاتحاد المنستيري القادمه. يتوقلنا طريقه واحده، الطريقه اللي انا قلت لكم عليها تاني افضل طريقه كولر بيحبها، وهي ال 4 4 2 فلات. وال 4 4 2 فلات ربما يكون بيتسو موسيماني حاول فبعض الاحيان يستغلها ولكن ما استغلهاش بالشكل الامثل. ربما كانت ابرز مباراه يعني افتكر ان لعب فيها 4 4 2 فلات كانت مباراه النادي المصري، كانت في برج العرب اللي خسرنا الاهلي 1-0، كانت اول مباراه في 3 مباريات النادي الاهلي خسر فيهم 7 نقاط ورا بعض مع بيتسو موسيماني قبل فاينل الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب. كولر من نوعيه المدربين اللي بيلعبوا ب 4 4 2 فلات، والنادي الاهلي قائمته الحاليه فيها اللعيبه اللي ممكن يلعبوا الطريقه دي بشكل مميز وبشكل كويس. بس برضو هي شبيهه من طريقه 3 4 3 بان ما فيهاش بلاي ميكر. ان 4 4 2 انت بتعتمد وجود اثنين مهاجمين في الامام وعايزهم يخلخلوا الدفاعات بتاعت المنافسين عن طريق تحركات. لو تفتكروا النادي الاهلي في التسعينات ايام هولمان وايام تسوبن كان عنده حسام حسن وفيليكس، والثنائيه دي كانت ثنائيه رهيبه لان فيليكس كان وهو صغير كان عنده امكانيه انه يلعب على الاجنحه كتير، حسام هو اللي كان بيلعب في العمق، حسام حسن كان قوته وخطورته كلها في البوكس، فيليكس هو اللي كان بيخرج وينزل بره منطقه الجزاء وهو يعمل الشغل كله. الثنائيه دي يعني احرزت النادي الاهلي يعني بطولات ومباريات كتيره جدا وكانت ثنائيه ناجحه الى الغايه. النادي الاهلي بشوف ان دخول شادي حسين مع محمد شريف ربما يدينا على المستوى الشخصي الامنيه اشوف مره الاهلي بيلعب 4 4 2 فلات بمحمد شريف وشادي حسين، لان شادي بيلعب خارج منطقه الجزاء بشكل كويس ومحمد شريف برضه. تبادل الادوار دي والاثنين دول يبقوا صراع جدا امر بيبقى متعب قوي لاي دفاع. ربما يكون المعتاد الناس بتقول لك ايه لاعب واحد تقيل ومعاه واحد خفيف، وحتى ساعات الطريقه تتقلب ل 4 4 1 1. اوكي ليه؟ اللي عايز اللي هو الخفيف ده زي ما كنت بشرحه مثلا دور فيليكس يعمل مثلا دور الشادو سترايكر اللي هو يقدر ان هو يخدع المدافعين ويبدا يفتح مساحات لزميله عشان هو اللي يخلص التهديف. لا، شادي حسين ومحمد شريف في وجهه نظر اثنين صراع والاثنين خفاف جدا خارج منطقه الجزاء يقدروا مع اي فريق بيلعب بدفاع متقدم ان هم ينطلقوا ان هم يستغلوا المساحات في ظهر الدفاعات اللي من النوعيه دي. وعشان كده بقول لكم قايمه النادي الاهلي لما مارسيل كولر كمان يتفرج على اللعيبه ويبقى يعني فهمهم اكتر خلال الفتره الجايه ربما يتراءى له في بعض الاحيان انه يستخدم طريقه ال 4 4 2 فلات عن طريق شادي حسين ومحمد شريف. اذا فكر يلعب الطريقه دي هشوف ان شبيهه باللي احنا قلناه بس مع اختلاف برضه هنشيل قفشه وهندخل بس شادي حسين هيبقى هو مهاجم جنب محمد شريف زي الصوره اللي حضراتكم ربما تشوفوها دلوقتي على السكرين ازاي ال 4 4 2 هتبقى متوزعه في الملعب وقفشه مش موجود فيها. قفشه ممكن ما يتواجدش في طريقتين 4 4 2 و 3 4 3 لكن هيتواجد بقوه شديده بقوه كبيره جدا في الطريقه الابرز والاكثر استخداما من قبل مارسيل كولر وهي ال 4 2 3 1 واللي اكيد بنسبه كبيره وبنسبه تفوق في وجهه نظر الشخصيه 80% من ماتشات الاهلي الموسم الجاي بالكامل في كافه البطولات هنشوف النادي الاهلي بيلعب ب 4 2
3-1. طيب النادي الاهلي يتبقى كده سؤال واحد، هل لغايه دلوقتي الميركاتو الصيفي للنادي الاهلي كافي ام لا؟ بالقائمه اللي انا استعرضتها مع حضراتكم من شويه نقدر نقول ان فعلا في مراكز اوكي انا عايز ادعمها، هدي مثلا زي مثلا مركز الباك الشمال في بادجت في فلوس متاحه. طيب عايز حد يقول لي بص يا كريم الاسم ده احنا شايفين ان هو يقدر يتواجد ويتحمل تيشرت النادي الاهلي ويبقى كلاس ايه في الدوري المصري، اسم واحد باك شمال. ولما نتناقش بعد شويه يعني في الكومنتات يا ريت تكتبوا لي. انا على المستوى الشخصي اشوف السوق مفهوش، فعلا السوق مفهوش، مفيش حد يعني مفيش حد تقدر تقول ان انا اقدر ادفع فيه المبلغ الفلاني واجيبه، صعب. خط الوسط النادي الاهلي عنده حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السولية. كنت اشوف انضمام بوبو ربما يكون شيء جيد لدكه البودد كمركز هاف ديفندر، خصوصا انا من محبي المدرسه اللي يبقى عندها كذا هاف ديفندر. بس ايا كان الصفقات مش بتقف بس على الامور الفنيه، لكن طبعا اكيد فيها امور ماديه وامور تفاوضيه ما بين الناديين ووكيل اللاعب وما الى اخره. انا ما زلت اشوف ان النادي الاهلي محتاج انه يجيب 2 لعيبه اجانب كمان. يعني النادي الاهلي حاليا قائمته الاجانب اللي فيها علي معلول من تونس، اليو ديانج من مالي، بيرسي تاو من جنوب افريقيا، وبرونو سافيو من البرازيل، وبالتالي متبقي له مكان لاجنبي فوق السن عشان يبقى 5. ومع اللائحه الجديده لاتحاد الكوره اللي سمح فيها للانديه بشراء 3 لاعبين تحت السن ولكن في فئات مختلفه، يعني مثلا 2001 ممكن تجيب لعيب، 2003 2005 2001 طبعا اكيد هو اللعيب الاقرب ان هو يشارك مع الفريق الاول. النادي الاهلي ربما يستغل هذا الامر، لعيب 2001 يبقى عنده 20 سنه يقدر يلعب فريق اول ويقدر يلعب بشكل مميز ويبقى زيه زي اي لعيب محترف. يعني فيليكس اللي انا قلت له استشهدت بيه من شويه ده انضم للنادي الاهلي في موسم 94-95 وكان عنده 17 سنه. اول مباراه لفيليكس، تخيلوا اول مباراه رسميه لفيليكس مع النادي الاهلي كانت قدام نادي الزمالك، نزل كبديل في ماتش 3-0، الماتش اللي جاء فيه كابتن ابراهيم حسن هدف ومحمد يوسف هدف ومحمد عبد الجليل هدف، كان 3-0 وانتهى في ملعب المقاولين العرب سنه 94. فيليكس كان اول مره مع النادي الاهلي بيلعب وعنده 17 سنه. فبالتالي النادي الاهلي يقدر يستغل هذا الامر ويتعاقد مع لاعب من مواليد 2001 ويشارك ويخليه يشترك مع الفريق الاول بشكل عادي جدا جدا، طبعا بس طبعا باشتراط حاجه واحده، ان اتحاد الكوره قال اهم حاجه يبقى في الملعب 5 لعيبه بس، مش ما ينفعش يبقى فيه او 3 لعيبه بس، ما ينفعش يبقى 6 لعيبه، يعني ما ينفعش نقول ايه الخمسه دول هيلعبوا وكمان لا هما 3 لعيبه بس في الملعب. فتاني عايز اقول ان الاهلي عنده مساحه ان هو يجيب الاثنين اجانب في الفتره اللي جايه ويحطهم في القائمه، لان السوق الاجنبي مفتوح. السوق المصري بكل امانه المواهب نضرت، مفيش مواهب متاحه، مفيش اوبشنز كتير، مفيش خيارات في الانديه الاخرى بكل امانه. وطبعا في انديه صعب جدا تتفاوض معاها لان هي محتاجه لعيبتها، عايزه تنافس، بتلعب في افريقيا ما الى اخره. فاشوف النادي الاهلي ربما يسعى خلال الفترة القادمة لغاية نهاية الميركاتو الصيفي في مصر اللي هيتقفل إن شاء الله في أوائل أكتوبر القادم، بأن هو يسعى لاستقدام 2 لعيبة أجانب. وأكيد أكيد أكيد بقى في مساحة دلوقتي أن مارسيل كولر هو اللي يختار اللعيبة دي بذات نفسه، عنده مساحة أن هو يشوف الدي في ديز بتاعهم والسي فيهات بتاعتهم والفيديوهات بتاعتهم ويختار زي ما هو عايز، وعنده لسه مساحة كافيه جدا 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 الاختيار. حتى ايفن لو هو مش هيلعبه، طبعا اكيد مش هيلعب ممكن عشان ما تقيدوش في القائمه الافريقيه، فمش هيلعبه مباراتي الاتحاد المنستيري ويبقى جاهزين مع بدايه الدوري ان شاء الله يوم 16/10 القادم. ده ببساطه كده كان يعني ملخص لفكر مارسيل كولر اللي هنشوفه ان شاء الله مع النادي الاهلي ازاي يقدر يستغل قائمه النادي الاهلي
الحالية، وأكيد كل الأمور دي هتبقى واضحة على الأرض أكتر ما هي وجهات نظر بداية من مباراة التحدي المنافسين. مباراة الذهاب إن شاء الله هتكون أحد أيام 5 أو 6 أو 6 أو 7 أو 8 أكتوبر القادم في تونس إن شاء الله، ونتمنى فيها النادي الأهلي إن شاء الله يوصل لي دور المجموعات، زي ما نتمنى إن شاء الله نادي الزمالك برضو يعني يتفوق في دور 32 ونشوف بطلي الكرة المصرية بيوصلوا لدور ال 16 دور المجموعات لدوري الأبطال. خلوني بقى إيه ندردش مع بعض شوية، اللي حابب يتكلم في مارسيل كولر، اللي حابب يتكلم في قائمة النادي الأهلي، اللي حابب يتكلم في أي حاجة خاصة بالكرة المصرية في الآونة الأخيرة قائمة المنتخب مفيش أدنى مشكلة. خلونا ندردش مع بعض ونتناقش وناخد بعض الكومنتات من الأصدقاء الأعزاء اللي مشرفينا في اللايف دلوقتي. محمد منصور بيقول لي الرسم التشكيلي للفريق هو مجرد رسم فقط، اما خطه اللعب لها امور تانية في الدفاع او الهجوم. انت بتفرق يا محمد ما بين الفورميشن والتكتيك، احنا بنتكلم على الفورميشن ما بنتكلمش على التكتيك. الفورميشن هو توزيع اللعيبه داخل الملعب، التكتيك هو المهام الموكله للعيبه داخل طريقه اللعب. يعني الفورميشن هي الطريقه، التكتيك هي خطه اللعب او الاسلوب اللي احنا هنلعب بيه، هنهاجم هندافع. يعني مثلا انا هلعب 4-2-3-1، دي فورميشن، توزيع اللعيبه بتاعتي داخل الملعب ده التوزيع اللي انا هستخدمه 4-2-3-1. لكن التكتيك اللي هستخدمه ايه؟ هل هطير الفول باك ولا اخليه ستاند ستيل ورا، خليه واقف ثابت؟ طيب الجناح الهجومي هخليه ماسك اللاين واقف على الخط ولا بيضم لجوه؟ المهاجم هل هيبقى مهاجم صندوق ولا اخليه ينزل لتحت؟ دي كلها تاكتكس بترجع ليه فكر ورؤية كل مدير فني. طبعا انا ما رضيتش اتكلم على الجزء التكتيكي، انا اتكلمت على الفورميشن بس. ليه؟ لان احنا لسه ما شفناش حاجه من مارسيل كولر، احنا لسه ما عارفش ايه اللي في دماغه هو عايز ايه. يعني احنا بنتكلم بس، احنا بنتكلم من ايه؟ من السيرفس، او بنتكلم من فوق خالص. لسه احنا بنشوف بنحلل تاريخ الراجل مع بازل، تاريخ الراجل مع منتخب النمسا بس. لان خلي بالك ما تقدرش تخش في التاكتكس، لان قائمه النمسا غير قائمه بازل، غير قائمه النادي الاهلي. نوعيه اللعيبه وكواليتي اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي مش هم بازل، مش هم منتخب النمسا. كل فريق بيبقى له ستايله، له يعني اسماء اللعيبه بتاعته. ما نقدرش نخش في التاكتكس دلوقتي للراجل، صعب جدا. يعني ممكن نتنبأ بالفورميشن اوكي دي في مساحه، انما نتنبأ بالتاكتكس مستحيل، مستحيل فعليا. ليه؟ ما نعرفش الراجل لسه نظرته ايه للعيبه، ما نعرفش حتى حاله اللعيبه نفسها عامله ازاي، ما نعرفش. احنا بنحضرش تدريبات، وكمان النادي الاهلي ما بيلعبش مباريات في وقت الحالي. فاحنا على قد ما نقدر دلوقتي بنتكلم في الفورميشن اكتر ما بنتكلم في التاكتكس و خطط واسلوب تفكير الراجل. يعني مثلا دي كمان حته تانية، مارسيل كولر الكوتشنج بتاعه، ادارته للمباريات، هل ينفع نتكلم فيها؟ مستحيل. لو كان هو مين ما ينفعش، ان احنا ما شفناهوش مع الاهلي بيعمل ايه، ما شفناهوش بياخد اختبار مع النادي الاهلي او موقف او تاسك اتحط فيه لسه. ما كل ده من المبكر تماما ان احنا نتكلم فيه في الوقت الحالي. فنستنى نشوف الماتشات، واكيد ماتشين الاتحاد المنستيري هيدونا يعني امور اوليه عن فكر الراجل اللي عايز يطبقه مع النادي الاهلي. عمرو بيقول لي الاهلي ما وقعش مع صفقات جديده، لا هم الثلاث صفقات بس اللي النادي الاهلي ابرمهم زي ما قلت، هم برونو سافيو ومصطفى سعد وشادي حسين، هم دول الثلاث صفقات بس. ولكن انا بقول لك وافتكر النادي الاهلي لغايه اكتوبر القادم هيبرم صفقتين للعيبه اجانب، واحد فوق السن لان هو باقي له مكان عنده 4 لعيبه ناقصه الخامس، وهيتعاقد مع لاعب تحت السن من مواليد 2001 مش هيتقيد مع الفريق الاول، هيبقى في فريق الشباب ولكن النادي الاهلي يقدر يستخدمه.
مؤنس يونس بيسال سؤال حلو، كولر هيعمل ايه في الفراغ اللي بيكون ورا معلول، وايه الخطه اللي تعمل توازن بين الدفاع والهجوم؟ هل 4 3 3 هي الحل؟ حلو السؤال ده. طيب علي معلول واحد من افضل الباكات الشمال اللي انضمت للنادي الاهلي في ال 20 سنه الاخيره، ده لا خلاف عليه. السنه الاخيره كان عليه انتقادات كتيره جدا 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 بسبب سوء المستوى، بس هنا محتاجين نقف وقفه عشان نقدر نقيم ونحلل الامر صح. هل علي معلول كان مستواه وحش بسبب فني بحت، ام متداخل في هذا الامر بعض الامور البدنيه واللياقيه الخاصه بعلي معلول؟ اكيد علي معلول زيه زي لعيبه منتخب مصر، لعب مع منتخب تونس السنه اللي فاتت الكثير من البطولات، لعب كاس العرب في قطر، لعب كاس الامم، تصفيات افريقيا، تصفيات المونديال، وعنده كمان مونديال في شهر 11 الجاي، يعني ضغط 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 ضغط. فما نقدرش نقول ان الامر كان فني فقط، لا. طيب علي معلول في طريقه 4-2-3-1 لو هو بكامل لياقته البدنيه وقدامه جناح بيدافع كويس الدنيا تمام، مفيش مشكله. علي معلول وهو منهك بدنيا وتعبان صعب ان انت تلعبه في طريقه 4-3-1. ليه؟ لان علي لما بيطير المساحه اللي وراه بتنكشف تمام، وعشان كده طريقة 3-4-3 نجحت مع النادي الاهلي دفاعيا، نجحت تماما. ليه؟ لان حتى مع سوارش، يعني سوارش كان لسه الراجل ما عملش حاجه، لكن عمل حوالي 7 أو 8 ماتشات كلين شيت والدفاع كان فيهم كويس. بسبب ايه؟ بسبب الطريقه ساعدت النادي الاهلي انها تعمل عمق دفاعي ورا علي معلول، لان الحته دي ورا علي معلول طبعا بعد اصابه اكرم توفيق، كريم فؤاد ومحمد هاني، يعني بس كريم كان كويس، محمد هاني كان عنده بعض المشاكل في التغطيه في المنطقه اللي وراه، فبرضه كانت بتسبب في مشاكل كبيره للنادي الاهلي دفاعيه. انا بوجهه نظري الاهلي مش هيستحمل ان هو يلعب بتلاته اربعه تلاته كتير، هي طريقه كلاسيكيه جدا وبتامن، بس كان ليها ظروفها الاستثنائيه في الموسمين الاخرين، كان ليها ظروف في وجهه نظري هيعتمد عليها. هي مش ربما، يعني مثلا لعب 101 ماتش مع بازل، استخدم 54 ماتش، استخدم 3-4-3 كام مره؟ برضه مره او مرتين. فبالتالي ده بيقول، ده بيديك مؤشر دي الراجل غير مؤمن بهذه الطريقه، ما بيحبش يلعب بيها، سلو بلدهم كده، هو حر. فبالتالي اشوف ان هو هيعتمد علي معلول يحاول يستعيد لياقته البدنيه ومخزونه البدني بعد فتره الراحه اللي خدها ويبدا يلعب بيه. وطبعا مهم جدا اول ما يشوف ان علي معلول الكيرف بتاعه بينزل على طول اعمل روتيشن، ما تستناش لغايه لما ينتهي تماما. عارفين الاستامينا بتاعت اللعيبه في لعبه الفيفا، ما تستناش لغايه لما الاستامينا بتاعت اللعيب بتاعك توصل للنهايه هوب تروح مغيره، لا، اول ما تلاقيها بتبدا تقل خلاص بقى وتبدا توصل كده لبدايه اللون الاحمر اسحبه واديه راحه ونشط تاني ورجعه. ودي ميزه الروتيشن، واعتقد مارسيل كولر اكيد ملم بهذه الامور. محمد منصور بيقول 4-3-3 فيها مساحات ومحتاجه لعيبه عندها لياقة بدنية كتيرة، صح، أنا متفق معاك، ولعيبة مهاريين معاك في دي. 4-3-3 طبعا طريقة صعبة جدا، و 4-3-1 يعني سواء 4-3 أو 4-2-3-1 بتحتاج مجهود بدني كبير، وبحتاج الفريق كله بيهاجم والفريق كله بيدافع. في 3-4-3 لا، الفريق مقسوم نصين، التلاتة اللي ورا مالهمش أي أدوار هجومية خالص خالص، أنت بتهاجم بسبع لعيبة، السبع لعيبه اللي بعيده عن الثلاثي في الخط الخلفي مفصولين عنهم، هاجم بيهم زي ما انت عايز وبيساعدوا في دفاعك. الثلاثه اللي ورا ما بيهاجموش، ان في 4-2-3-1 انت ممكن تطلع الفرقه كلها تقف من عند خط النص، وبنشوفها كتير يعني. وبالتالي بشوف انا معاك انها طريقه صعبه، لكن اكيد مارسيل كولر شفنا بدايته ان هو بيعمل القياسات البدنيه في بدايه الموسم، وكمان عملوا حاجه ممتازه جدا اول مره اشوفها في الكره المصريه وهي بصمه القدم، عملوها بشكل كويس. دي بتبين له طبعا كل لعيب احتياجاته ايه في الامور العضليه والامور والتغذيه وحاجات كتير جدا. الراجل ماشي بشكل
علمي وبشكل طبي جيد جدا جدا جدا، واعتقد ده يعني هينعكس على الفريق لغايه نهايه الموسم. بس متفق معاك تماما في حته ان 4 3 3 طريقه صعبه بدنيا وبتحتاج لعيبه عندها لياقه بدنيه عاليه ومهاريا كويسين. تاني بالنسبه للصفقات يا جماعه، زي ما قلت لكم النادي الاهلي وقع 3 صفقات فقط، برونو سافيو، مصطفى سعد بلاي ميكر، طبعا برونو سافيو جناح، وشادي حسين سترايكر. توقع الشخصي توقع وليست معلومه، مجرد توقع وليست معلومه، النادي الاهلي مش هيسعى لجلب اي لاعب مصري خلال الفتره الجايه مصر، انما هيسعى ان هو يعمل صفقتين مع 2 لعيبه اجانب، واحد فوق السن وواحد تحت السن. اللي فوق السن ده النادي الاهلي عنده دلوقتي 4 محترفين ناقصه الخامس، ويجيب لاعب تحت السن لان لائحه اتحاد الكره الجديده بتقول ان انت عندك مساحه ان انت تتعاقد مع لاعب من مواليد 2001. تمام، خلونا نكتفي بشويه الكومنتات اللي خدناهم دول، واتمنى اكون شرحنا ليكم بعض من افكار اللي ممكن كولر او الطرق اللي ممكن كولر يطبقها وكيفيه استخدامها واستغلالها مع قائمه النادي الاهلي الحاليه، وده ان شاء الله زي ما قلت لكم هيبان خلال الفتره الجايه سواء في ماتشات وديه او في بدايه مشوار النادي الاهلي افريقيا مع فريق الاتحاد المنستيري، واللي ان شاء الله ماتش الذهاب هيكون في تونس احد في الاسبوع الاول من اكتوبر، على ان يكون مباراه الاياب ان شاء الله بعديها باسبوع واحد في القاهرة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، كنت معاكم كريم سعيد.